وجه الدولي التونسي السابق خالد القربي انتقادات لاذعة للمعلق الجزائري حفيظ دراجي بسبب تماديه في كيل العداء والحقد للمغرب طمعا في التقرب لكابرانات بلاده، مشيرا إلى أن تصريحاته تغذي نيران التفرقة والفتنة بين الشعبين الشقيقين في المغرب والجزائر. به تصريحات حفيظ الدراجي اللي هجم فيها الكاف على خلفية القرارات اللي تم اتخاذها وعدم معاقبة المغرب، نسمعوا تصريح حفيظ الدراجي. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تفتح الباب أمام المنتخبات وأمام النوادي لكي تعتذر عن المشاركة في المباريات وفي البطولات وفي المسابقات من دون أن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين التي تسير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال اعتبار غياب المنتخب المغربي للمحليين عن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت في الجزائر، اعتباره بأنه حدث لاعتبارات خارجة عن نطاق الجامعة الملكية لكرة القدم. عندما تقول الكاف بأن الغياب خارج عن نطاق الجامعة المغربية، هذا يعني بأنه يدخل في نطاق طرف آخر يجب أن يعاقب. الطرف الآخر هو الجامعة الجزائرية أو الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لكن الاتحاد الجزائري ليس له سلطة فتح ولا غلق الأجواء. الجديد في الأمر أن الجامعة الملكية عادت من جديد لتشترط تنقل المنتخب المغربي للناشئين أقل من 17 سنة في نهاية شهر أبريل القادم عبر رحلة مباشرة من المغرب إلى الجزائر على الطيران الملكي المغربي، وإلا ستمتنع عن المشاركة في البطولة المقررة نهاية أبريل المقبل. السيناريو المرتقب طبعا من خلال المعطيات الأولية هو غياب جديد للمغرب. غياب جديد للمغرب يحكي على كأس إفريقيا أقل من 17 سنة اللي باش تقام في الجزائر في السيف رايك. في الكلام اللي قاله حفيظ الدراجي أن الكاف تفتح الباب أمام المنتخبات للتغيب وعدم المشاركة في المسابقات القارية من خلال عدم معاقبة المغرب. والله هذا حفيظ الدراجي نهار كامل مطلع في التونسيون، ما انت مرة فات كيف جبد على جمهور الترجي ومن بعديك يعمل في شونتاج معاهم ويتكلم في الحاجات الخايبة كيف تو فات الحكاية، تو عندنا صافي شهرين ولا قال المنتخب التونسي ليس تعيسا معنا، قال ما عنديش مشكل معاه كف وكعبة حلوة وكجت فيها تونس قال أمين النادي الإفريقي وما عنديش مشكل، هو نورمالمون تو معلق وفي قناة كبيرة وكل شيء يهدي الأمور ويهدي النفوس خاطر تحبوا ولا ما تحبوش، نحن مغرب عربي تحبوا نحن كنا أخوة وتعديت تو معناتها تصير مالونتوندو معناتها الناس الكل تتعارك وخليوا الأجواء صافية. كوب دافريك في هو مشكلته هو مشكلته هو مشكلته اللي يحب يعمل شونتاج كوم كوا لي ساي الكوب دافريك 2024 2025 في المغرب وساي ما هو يضرب على هو كل التقارير تشير الى انه المغرب ستفوز بالتنظيم. بون الاعلان كان مقرر انه بتكون بعد غدوه في كيغالي، لكن مرض ملك المغرب وعدم تنقله خاطر سيتم تكريمه وكان شيخه جائزه من الكاف، لكن المرض يمنعه من التنقل منتظر انه لا يتم الاعلان. تحب ولا ما تحبش يمين الناس الكل في العالم الاجمع يعرف اللي توا اكثر بلاد حاضره باش تحتضن الكوب دافريك 2025 هي المغرب، في السياحه نتاعها احسن من السياحه تاع الجزائر والحقيقة يخدموا في خدمة كبيرة. واحنا نحكيوا على المغرب خلنا نرجع قبل ما تحكي فيسا فينال 2014 نادي صفاقس والنجم الساحلي 40,000 متفرج كيف 2017 2016 اي نحكي على بعد الثورة فوزي لكجع يتعرض لحملة في المغرب ديت من طرف جماهير الرجاء هاشتاج لكجع فاسد، هذا الهاشتاج اللي تم استعماله جماهير الرجاء تعتبر انه يخدم مصالح الوداد اتهامات انه الجزائر وراء هذه الحمله. ايضا القى مسانده من طرف الفرق الاخرى فوزي لكجع، لكن جماهير الرجاء تعارض وتنتقد فوزي لكجع بشده وتهاجم. صحيح فما معارضه كبيره في المغرب ضد فوزي لكجع، الرجاء يرى في روحه مظلوم بارابور الوداد ونهضه بركان اللي ديما عندهم الفافور، وكما نعرفوا البوا نتاع الرجاء في المغرب ومتاع جماهير الرجاء استقطبوا معاهم بعض الانديه اللي تعتبر روحها مظلومه.